اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم، مرحبا بكم في برنامجكم مسار اللي بدا بهذه الاغنيه الصحراويه من قليميم، بوابه الصحراء وادي النون، مع السي عبد العالي الصحراوي. السي عبد العالي الصحراوي يلقب بعندليب الصحراء، انا اقول بانه يلقب بصقر الصحراء. ومعنا ايضا واحد من الصقور الكبار على مستوى الاغنيه الامازيغيه والسوسيه وايضا المغربيه عموما، فنان لا يصعر خذه للناس ولا يمشي في الارض مرحا، فنان مبدع بكل المقاييس. في مره سابقه كرمنا مجموعه ازنزرن بطلب منه، وهذه المره سنكرمه بطلب من مجموعه ازنزرن. انه الفنان عبد الهادي إيكوت، عبد الهادي ازنزرن. عبد الهادي مسار طويل، مسار غني، مسار ثني وجميل جدا. السلام عليكم، مساء الخير سي عبد الهادي، مرحبا، اسمعوا صوتك. السلام عليكم، مازوكنين كلشي بخيرين، تهنا الوقت، مرحبا بكم. اسكواسا مباركي، اواشركم مبروكه، ونقولوا بسم الله. ياك سي عبد الهادي، نبداو بسم الله. واش ندير؟ هذا اللقاء كنا كنستعدوا ليه مده طويله، حانت الفرصه باش نكرموا سي عبد الهادي إيكوت. شكون هو عبد الهادي إيكوت؟ علاش ما كيهضرش بزاف؟ شنو موجد في 2018؟ كل الاسئله وغيرها غنتعرفوا عليها في هذا المسار، ولكن نرجعوا لواحد ديال الصحراء، نرجعوا لقليميم، ونرجعوا للمجموعه ديال السي عبد الهادي الصحراوي. تفضل، تفضل معايا سي عبد الهادي. يا ولي يا ولي يا انت يا ساعدي ابن ابي حتى، يا ولي يا ولي يا انت يا ساعدي ابن ابي حتى، يا بصايا النار لقيت يا ساعدي ابن ابي صف شوي. Thank you.
شكرا 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 السي عبد العالي الصحراوي، شكرا للمجموعه اللي جاتنا من قلميم على هذه الرقصه الرائعه والجميله اللي خدتنا في البعد الصحراوي الحساني في الجو المغربي الجميل اللي كنكرموا فيه واحد من رموز الاغنيه المغربيه الاصيله اللي هو الرئيس والشيخ هو الفنان المبدع الرقيق والقوي بابداعاته سواء على مستوى اللحن او العزف او الغناء، اما الشعر فهو أنيطة وفضل أن ينيط بالشعر الى اصحاب الشعر والكتابه. سي عبد الهادي نهار كبير هذا، نهار قرن، مرحبا بك. مرحبا بهرة إيكوت عبد الهادي إيكوت. تحياتي ليك وشكرا على الاستضافه، وكنشكر الجمهور اللي حاضر معنا هنا والطاقم، وسنه سعيده. وحنا كنشكروك كذلك سي عبد الهادي، التكريم ديالك كيجي كنفرزوك ضمن سرب الحمام، خديناك من واحد السرب وغنرجعوك ليه ان شاء الله. علاش؟ لان هذا السرب اللي هو مجموعه اذن زرن، وجودك مرتبط بهم وموجودهم مرتبط بك، وانت ملك الجمهور الكريم اللي كاين منه اللي راضي عليك وكاين منه اللي مشتاق لك، وهذه فرصه باش نردوا على جميع الاسئله اللي كتساور مجموعه من المتتبعين ديالك سواء في منطقه سوس او في المغرب كله. وطبعا هذا الشيء غيتضح بوجود جوج الناس، كل واحد عنده دور كبير في الحياه ديالك والحياه ديال مجموعه اذن زرن. نبداو بالبدايه، فواكه الاهداء اولا برنامج اخر تلفزيوني على شاشه القناه الاولى يومئذ كانت بوحدها، وكان النجم الكبير على مستوى المشهد التلفزيوني واحد الشاب سميتو عبد العظيم الشناوي، واستضف واحد الطفل اللي سميتو عبد الهادي إيكوت، وكانت لحظه تفتق وميلاد نجم اللي سميتو عبد الهادي بفضل سي عبد العظيم. مساء الخير سي عبد العظيم، مرحبا بك. مساء النور. انا سعيد، معايا عمر السيد ومعايا عبد الهادي. عمر عاد رجعوا لي بوحدو السيد؟ لا لا ضروري، لانه داخل في هذا غادي يجي الشق ديالو الشق بوحدو. السي عبد الهادي اذن زرن، الفرقه السوسيه اللي كانوا كيعملوا واحد النوع خاص بحالو بحال ناس الغيوان. كان عندي واحد البرنامج وفي البلاطو كانت مجموعة ديال الفنانين والفنانات وداك الشيء إلى آخره، وجا عندي الأخ عمر السيد. هذا الشيء كنعاود لك، هذه 40 سنة 1977 جا عندي السي عمر. قال لي السي عمر اللي قدمهم لك؟ قال لي راه كاينه واحد المجموعة سوسية كيغنيو شي أغاني زوينة وداك الشيء. قلت له البرنامج ما كيقدمش الاغاني السوسيه، كاين واحد البرنامج عندنا هنايا في القناه الاولى فيه كيشرف عليه السيد عمر امرير، راه يمكن. لا لا قال لي لا، هذا ديال المنوعات والغناء وداك الشيء بغيناهم يدوزوا عندك. قلت له ما عرفت، ولكن قول لهم يجيو باش نسمعوا داك الشيء اللي كيغنيو. فعلا قال لي هما هنايا انت غتسمعهم. عيط لهم دخلوا للبلاطو بداو كيعزفوا، كل شيء بدا كيتصنت، بداو كيغنيو، كل شيء مشى معاهم. محنا إيكيكيل اليتيم، يتيم بالسوسية إيكيكيل هو اليتيم، كل شيء كيتصنت لهم. قلت لهم عندكم غير هذه الأغنية؟ قال لي لا كاينين أخرين، غنوا أغنية أخرى. عاوتاني شدونا أكثر وأكثر، شدونا. قلت لهم كل شيء هاد الاغاني ديالكم غادي تسجلوا في هاد الحلقه، وغتكون حلقه خاصه باذن زرن. وفعلا سجلنا معهم، ومن اللي دازوا المغرب كله مال ليهم، لان كانت قناه وحده وكان كل شيء كيتفرج فيها، وكانت نسبه المشاهده 100%. كان كل شيء كيجي يتفرج في هذاك البرنامج ديال فواكه للاداء. السي عبد الهادي كان شاب، وحتى الاخوان ديال اذن زرن تلاقيت معاهم، لقيتهم كلهم شابوا وغيرهم كبروا. انا كنت كنشوفهم شباب صغار وداك الشيء، وكلهم طموح، كلهم يعني في قلبهم واحد الغصه على بلادهم، وبغاو يخدموا الاغنيه السوسيه في هذه الارض السعيده. واحد الصديق قال لي لما دوزتيهم في البرنامج تلفت لقيت ما عرفت مرات خويا والوالده كيبكيو. قال لي مودي انا علاش كتبكيو هذه الاغنيه؟
قالوا لي ها كاين وها كاين وفسروا ليه الاغنيه اش كتقول. وانا كنطلب من عبد الهادي يغني لنا ديك ايكيكيل هنا في البلاطو ودابا ودابا نسمعوها. ميكروفون ميكروفون السعاده بالاله ولا بلا اله؟ الاله بالاله باش نسمعوها. بلا اله ما عندناش الاله دابا تسجل وقيتها ولكن ندير اكابيلا. عرفتي هذا هذا الذكرى الذكرى ديال 40 سنه ما سهلاش. نعم اجيال واجيال دازت. نسمعوا ولكن نسمعوا نسمعوا السي عبد العظيم نسمعوا المقطع دابا قلتي دابا بصوته نسمعوها وعاد ندوزوا على السي عمر. نعم ورجعوا لك الا بغيتي مازال السي عمر ان شاء الله ندخلها بوحدك اكابيلا. إمي حنا كفر ربي اغتسى ولا ولي 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 انت تيتسنى فود وارف اللاتي تنتالي انت تتسنى فوق درف اللاتي تنتلي احا يجاني جيجيل موت موت الناسي احا يجاني جيجيل موت موت الناسي يغمد باب سيغا سموني تمغاريني احيي جاني جيجيل موت موت الناس يغمد باب اسي جسموني تمغاريني الله الروح مردي سد الريد الميتي واتسيني ركن غيصاب ضل ينين الراونسي واتسيني ركن غيصاب الله يجعل البركة. شكرا تبارك الله عليك سي عبد الهادي. شكرا سي عبد العظيم على هذا التلويح والتلميح. غادي نمشيو الان لاكادير نمشيو للتشيره ونمشيو لمجموعه من المناطق اللي هي عندها واحد المفعول قوي على النفسيه ديال سي عبد الهادي وهي صنعاء سي عبد الهادي سيد الرباط اكادير تشيرا مجموعه من النقاط اللي في منطقه سوس اللي هي سات وصنعات سي عبد الهادي. غنشوفوا هذه المنطقه وحولها اشخاص اللي غيشهدوا شهادات من هناك نشاهدوهم ونتابعوا هذه التركيبه بالصوره اللي هداها لكم نبيل نبيل وايضا مصطفى نشاهدوا ونرجع ان شاء الله. لي غيدا واوتي لاري غيفرض غمر زنواس وات السن سن سنتي قدر ذي غمرني سيمو العلاقة ديالي بيني وبين عبد الهادي يقول كان جاري وساكت يسكن في الدرب ديالنا وديك الساعة أنا تنسمعو واحد النهار مشيت نقضي شي غرض في الحانوت في الليل في تسعود الليل لقيتو تنسمع العزف ديال هذا تحت واحد الحيط وهما تيبانو لي الدراري هكا جالسين كلهم جماعة في هذاك القنت وأنا نوقف أنا وقفني ملي سمعت هذاك العزف وسولت فيه شكون هو قالوا لي ودي راه تيقولوا لي اسمو عبد الهادي ساكن هنا في هذا الدرب هذا في الجيرة عيط ليه جا سلم معايا قلت لي انت اللي تنسمع قال لي يا راه انا تنعرفك وقلت له ياه وليدي واخا ايوا ملي تنسمعك انت اللي تعمل كل شيء هذا الشيء وتتجلس هنا ما خصك شيء باش تجلس هنا مازال انا غدا ان شاء الله غادي نديك لواحد السيد هو مطرب شعبي الحسن ساركو الله يرحمه وهو تيدير كوردوني قال لي واخا فرحان لغد ليه لقيته موجود اديته لهذاك السيد قلت لي السلام عليكم جبت لك واحد الامانه واحد الوليدي بدا يمشي معاك يعمل معاك وانت غادي تكون يستافد منك شويه بقى معاه في 69 مشى معنا ليفني مشى معنا مرارا ماشي واحد الخطره
نحن مع خدامين، حنا تنمشيو نهار السبت ليفني وتنديرو السهرة نهار السبت في الليل مازال، ونهار الحد تنرجعو زغنا تنمشيو لافوار تارودانت، تيكون لافوار تارودانت هو السبت والحد، تنخدمو السبت والحد، والوقت الوقت اللي سالينا نهار الحد تنضيماري وتنجي وتنخرجو وتيزني تهكاك لافوارات ديال تيزنيت. طريقان عبد الهادي تاتاتي طقا وحدوت ورتاي اللي مارس مارسولي يسكر الطريقان، شكون تقار زود نفر مثلا الحج بالعيد غير من الحج بالعيد طريقة الرويس غير يقى الرمزة الحج بالعيد وحدوت عبد الهادي يقوت عبد الهادي حتى انت الموسيقى نزد الفنس وحدوت تي الرويس اخد انت وحدوت انت كاكتا دا مسكتين نغيك اللي سايد تغنى غير عبد الهادي يزنزار يقى الفنان مقورن سما مسكتين الموسيقى دا مسكن تلحين الصوت نص دغيك اللي سايد تغناي دغيك اللي سايد كاتل بانجو إيكا دغيك اللي سايد تغناي غامصوم بقرد نص إيكا يطغوسا اللي كان تينس وردي يكشمي السيتا بعكرا وغرس يضنا إسكرا غرس نص الذاكرة المغربية ما زالت تحتفظ بصورة لمجموعة شابة في أواسط السبعينيات من القرن الماضي، قدمهم الفنان الكبير عمر السيد في إحدى السهرات، وكانت تلك هي أو كان أول ظهور لمجموعة أعتقد لمجموعة أمازيغية عصرية. وكانوا أدوا أغنية أم حنة، وهذه الأغنية كانت يعني بواحد الجودة وكانت هي شهادة ميلاد الفرقة. ما كانت عبد الهادي ما كان لا يجادل فيها أي أحد أن مستوى عالي وعالي وكيمل، وهو ماشي من النوع اللي كيبغي يظهر من أجل الظهور، يعني كيبغي يظهر من باش يكون عنده شي إضافة للميدان ماشي غير ظهور لأجله. واعتقد ان السؤال اللي كنطرح انا واش هذا غياب او تغييب لهذا الفنان، فنان كبير وكبير بشهاده الجميع. عرفتش شنو غنقول، هو انا كنحس بيه، هو الوالد ديالي، هو امي، هو كل شيء، هو السند ديالي. وليد
واش عقلتي دوازنا اوقات زوينه الله على ذكريات راني عارف باللي شكيتي فيها وتقلقتي عليا كان خاصني نهضر معك حيت ما عندي ما نخبي عليك راني مصوب بالحليب وعصير رمان طبيعي ومذاقي اللي كتحماقوا عليه باقي هو هو وهذا الشيء بضمانه سنترال دانون ودابا يلا نعيشوا من جديد لحظاتنا الجميله حيت بالنسبه ليا انت اللي كاين دار ديما كونيكتي مع ادار ديو ديال انوي اللي بدون تركيب واللي كتبرعكم بانترنت ايليميتي حتى نتوما استافدوا من البوكس ادار ديو بالتزام ابتداء من 0 درهم انوي معكم كل يوم وما تنساوش يمكن لكم تجربوها لمده سيمانه كامله للمزيد من المعلومات اتجهوا نحو اقرب وكاله انوي اتيميز جديد الجوده بامتياز كيمتاز بقوه مذاقه وبنكهه فريده تذوقوا وشاركوا احلى الاوقات مع اعز الناس باش تكون كل لحظه متميزه واليوم أتيمياس حبوب وأتيمياس شعرة غير ب 12 درهم فقط سارعوا هذا العرض محدود شرب أتاي بامتياز بمناسبة ذكرى 29 لعيد ميلاد دوزام 29 سنة اللي كانت كلها تألق وإبداع واحترافية دوزام كتمنحكم فرصة المشاركة في مسابقة الاسماس واللي يمكن لكم من خلالها تفوزوا بجوائز قيمة قصائم شراء بقيمة 10,000 درهم وسيارة من النوع الرفيع في آخر المسابقة باش تشاركوا ما عليكم إلا تبعتوا عبر الاسماس الرقم 29 إلى 5070 أو تصلوا على الرقم 4043 وتجاوبوا على الأسئلة جوائز قيمة كتسناكم شاركوا الآن تم الاسماس 6 درهم مع احتساب الرسوم شكرا شكرا تحية للسي مصطفى العمراني والسي نبيل البردعي اللي قدموا لنا هذا البورتر اللي هداوه لك السي عبد الهادي كاين بعض المتدخلين يعني باستثناء السي محمد السلام او بو سلام اللي هو كان له الايادي البيضاء في ظهور الطفل يعني هو اللي زرع فيك الماده الاولى السيروم الموسيقى في الاول هو الله يجازيه بخير عاد من بعد جاو تعاقبوا عليك يعني السي عبد العظيم والفنان العظيم السي عمر السيد ولكن كاين بين المتدخلين سولوا واحد السؤال ما عرفتش واش هو غايب او لا غيبوه شنو ردك على هذا السؤال السي عبد الهادي تيقول لك بانك انت يعني غيبوك الناس ما خلوكش الدار او انت ما باغيش الدار لا ما كاينش اللي غيبني المهم داكشي حنا كنديرو كل ساعه كتجي وقتها فاش كنديرو ديك داك الخير ما كنجيوش كنديرو غير هكاك يعني كنقادو داك الشوال وكنخليه من بعد وكنفكروا واش نديرو ولا ما نديرو كنخاف من الجمهور بزاف كنغربلوه مزيان كتخاف من الجمهور بزاف واه كنحترموه ماشي كنخاف منه كنحترموه وكنقدروه ماشي كنخاف ولكن الجمهور السي عبد الهادي تيقول يعني عطشان ليك ما شبعانش منك يعني كالظهور كتيكون ظهور تقريبا مره في العام او حتى في مره في العامين بعض الاحيان لا باستثناء الغياب الاخير اللي طوال شويه لا واحد الوقيته كنا وقفنا تقريبا راه فوق من شي 20 عام وحنا واقفين كاين مشاكل شويه كنت انا مريض في واحد الوقت داكشي لكن تحسن عاوتاني تحسنت الظروف وهذا وعاوتاني بدينا عاوتاني من جديد وهذا يحفظوا بعض القديم وعاودوا ما يمكنش عاودوا غتعاودوا دابا معانا دابا غادي نعاودوا ما كاينش هو السي عمر غيجيب لك من الارشيف عمر هذاك راه الاب ديالنا وخونا ويعني الفضل كيرجع ليه صراحه هو السي عمر هو الارضي اللي انطلقت منه الظاهره الغيوانيه هو المؤسسين ديال ناس الغيوان ولكن هو الحسنه ديالو انه التفت الاصول والجذور ديالو لمنطقه سوس وخدم منها واحد زريعه نفتات وعطات زريعه اخرى ونباتات اخرى منهم مجموعه ازن زرق حكينا القصه كيفاش تا خطر بالك وانت كتخوض يعني واحد العصر الذهبي ديال الظهر الغيواني مع ناس الغيوان وخدام مسافر هنا وهنا وهنا وفكرتي في مجموعه واش انت اللي فكرتي فيها وجبتيها ولا هما اللي جاوا عندك هو الصراحه كانت الصدفة أنهم جاءوا عندي في واحد رمضان المدينة القديمة جاسي عبد الهادي ولا جاسي عبد الهادي والفرقة كلها ومعهم المرحوم عقبة أي الله يرحمه مسكين الله يرحمه مسكين واحد السيد رجل المسرح وهذا فملي بدا كيغني ولقيت شدوني بزاف صراحة وعلاش جاوا عند عمر السيد جيتو بالصدفة الحقيقة هو ولد البلاد عمر كان كيجي لي نسكن عند الاصدقاء ديالو في اين زكان
كسات كيجي تما. ولاول مره تلاقينا في انزكان قبل ما نجيو لكازا، هو اللي قال لنا نجيو لكازا. اكادير ما كاينش، هو اللي قال لنا نجيو. حيت ما كاينش استوديوهات تما، ما كاين والو. قال لك جيو لكازا تما، راه كاين دي استوديو هذا تما، تسجلوا داكشي ديالكم يخرج نقي. وهذا انا راه انا ما فيه والو، يلا جيو لكازا. وفعلا داكشي درنا، جينا لكازا، دانا الدار عنده، دارو عنده وليداتو، جلسنا ورينا داكشي اللي غادي نديرو وعجبو داك الخير. هي هذيك هو يدينا للاستوديو عند بوعزة الله يرحمه، هادشي في 76 دنا عند بوعزة، سجلنا عنده دوز البوم في ذاك الوقت. وهي هذيك بقينا مستمرين مع عمر، ولينا فاميلة واحدة. المهم في 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 السهرات كنخرجوا معهم على برا فرنسا، وفي المغرب انا معهم، يعني مع مجموعات كاملين. اول ظهور تلفزيوني ديالكم كان مع مع السعد، لكن مع عبد النبيل الجراري. عبد النبيل الجراري في مواهب، في مواهب هذه 76 في مواهب 76، وعام من بعد 78 جينا عند سي الاستاذ. هي ولكن مواهب داكم سي عمر. هي نعم، اذا هذا ولد الاولى اللي داتكم. هو هو اللي شد بيدينا. ولكن الصراحه كاين ما تدي، لان فنان كبير، وكتعرف ان كيمكن الانسان يلقى اي حاجه، يمكن كتكون عندك اي حاجه نقدروا نلقاوها الا الاحساس. هذا الرجل عنده احساس كبير، وفنان كبير صراحه. لا كيعزف ماشي غير اله واحده، راه كيعزف حتى الكمانجه. ثانيا مقامات ماشي غير الامازيغيه، حتى العربيه. فالرجل صراحة قامة كبيرة صراحة. وانتم كنتم مؤثرين في البداية بالناس الغيوان؟ طبيعة الحال كنتي كتغني من غير الناس الغيوان شي حاجة أخرى؟ كنا كنخلطوا كامل، ولكن الغيوان أكثر. أكثر الغيوان بزاف. الآن غادي نمشيو للتفرة وتمشيو لأمانوز ونغني واحد الأغنية ديال سير بالحمام. سير بالحمام اللي كيحلق في الأجواء وكيعطي الجمال والحب والوفاء مع الفنان المتميز الأمازيغي أمانوز.
كستا وغل همي تسدولين إذا كستا وغل همي تسدولين وكان نصبر بالزيزي ما غيك نرميد وكان نصبر بالزيزي ما غيك نرميد رميغة وكان بعدا نزوقي تقمينو رميغة وكان بعدا نزوقي تقمينو نفل أحباب أغمى بالغل والدينين نفل أحباب أغمى بالغل والدينين ورنسي نماني نلقي نغدوني العام ورنسي نماني نلقي نغدوني العام أيو فوكاني قنع عياني تبعالو أيو فوكاني قنع عياني تبعالو ممكن لي سكر مولانا ياني لين الخاطر ممكن لي سكر مولانا ياني لين الخاطر أكل يقان الحياة مدوني الخاطر أكل يقان الحياة مدوني الخاطر أكيعون ربياني حباني هواوي أكيعون ربياني حباني هواوي أكل لقان الحياة مدوني الخاطر أكل لقان الحياة مدوني الخاطر أولنا يغيس خسر الخاطر الله يهنيد أولنا يغيس خسر الخاطر الله يهنيد أتيعون ربي قوياني الأسل رزاقنس أتيعون ربي قوياني الأسل رزاقنس أمين يغيق لربي شهوة قليت أمين يغيق لربي شهوة قليت أدا غرتك ترسغ مغيقي جاريب أدا غرتك ترسغ مغيقي جاريب يخص يخاف داك أغلى بارود غيباس يخص يخاف داك أغلى بارود غيباس أدا زنزبوغي ودادا توتا غروال أدا زنزبوغي وكلا داس نغرس شهوتي هدي درس وكلا داس نغرس شهوتي موريك جزيكا اللي موريك جزيكا أكي عون ربياني حباني هواوي أكي عون ربياني حباني هواوي أمانوز أغنية سرب الحمام للراحل الرئيس حمادة منتاك الله يرحمه من الروائع ديالو. نرجعوا للسي عبد الهادي اللي هو الرئيس عبد الهادي. كنتي قلتي يا سي عبد الهادي واحد الكلمة دابا بأن الفنان خصو يكون تيتصنت نبض الجمهور ويكون يعطي الوقيته اللي يكون هو قادر يعطي، لأنه السي عمر بحكم التجربة ديالكم الكبيرة أن الجمهور تيبغي كل عام تعطيه واحد أغنية ولا جوج على الأقل، ياك السي عمر؟ وصراحة هذا هو المطلوب، وانا غادي نرجع باش تحيه لهاد بعدا لهاد هرم نعم. استاذ الاجيال صراحه سي عبد العظيم الشناوي استاذ الاجيال، لنا استاذنا جميعا لا في التلفزيون لا في الاذاعه لا في المسرح لا في السينما لا في التلفزه في الدراما التلفزيونيه، ف بارك الله لا يطول كيرجع له الفضل في بزاف ديال الحوايج، نتمنى له الشفاء العاجل وطول العمر صراحة أستاذي أنا. شكرا سي عمر، الله يطول عمرنا كلنا ونعطيه للأجيال الجاية. إلى لاحظتي واحد القضية ساعتي قبيلة لما غنى عبد الهادي إيجيجيل، شوف الشباب والجيل ديال اليوم كيفاش كيرد عليه الأغنية، يعني حافظينا بقى الأغنية هي الأغنية مازال عندها عندها واحد المكانه في قلوب الجماهير المغربيه. نعم، رغم كاين بعض الناس اللي ما كيعرفوش السوسيه، ولكن تحسوا بالإحساس بالمعاني، الاحساس القوي اللي خرج هذوك الكلمات واللي لحن وغنى واللي بلغ الاغنيه بطريقه فنيه كبيره، وعطات هاد الجماهير كلها اللي كاينه هادي 40 سنه وشوف الناس مازال حافظين الاغنيه. نعم، نرجعوا السي عمر للموضوع ديالنا وطلب الاغنيه اللي بغيت تغني قبيله السي عبد العظيم، طلب واحد الاغنيه تمتعنا بها
ديال ام حنا نشوفوا شنو اغنيه غتطلب من عند السي عبد الهادي. والحقيقه السي عبد الهادي الريبرتوار ديالو ماشي فيه بزاف. حصلتي اليوم السي عبد الهادي وادي تمدون صدور انا بيناتكم هنا هو عارف وادي تمدون وهي تسانو وهي تسانو دير شي مقيطه مع الجمهور راه حامل عندك الكره صحيح تبارك الله. يلا بسم الله وصفقوا عليه عطيو الحماس شكرا الله. هوي 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 تسانو هوي 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 تسانو دري دار درنا قرني دار درنا قرني دار درنا ولحتي الطين فغليد ننيتي امداين لحتي الطين فغليد ننيتي امداين يكغدو مغدار جارف انقيبي لديتنا انقيبي لديتنا انقيبي لديتنا وفغنا منا جارف صدر والقسن يريغ نكينا قيس بنوخ احشوشات قوار احشوشات قوار بركة. انا اعطيكم جوج ديال الدقائق لكل واحد السي عبد العادي والسي عمر شي كلمة مفتوحة منكم لهذا الفنان الكبير ديالنا هذا الرئيس الكبير والشيخ الكبير الرئيس ديال الكسبة سيد الرباط وهذيك الكسبة راه فين كاين السر؟ كتصطاد الحوت وكتصطاد الانغام ما كاينش شنو النصيحه ممكن تعطيوه حنا محتاجين ليه لان الاجيال الشابه كتتواتر وكتورد وخصهم يكونوا كلهم على المام بالجديد. الحمد لله دابا كاين اجيال كاين مجموعه دابا زوينين دراري كاين دراري نقيين كيعرفوا مزيان كينغموا مزيان زعما ما ماشي بحال قبل. نعم اذا ولاو دراري دابا ولاو نهضه جديده ان شاء الله كاينين دراري عازفين ماهرين كاين بزاف زعما ماشي كاينين جايين اجيال زوينين. اللي بغيت نقول لعبد الهادي هو الله يعطيه الصحة ويطول الله العمر باش يعطي لهاد الأجيال الجاية أشياء في مستوى الأغاني اللي كان غناها هذه 40 سنة ولكن تكون بطريقة حديثة وطريقة يعني جديدة في اللحن في الكلمة وحتى في الأداء. أنا متأكد أن المجموعة اللي كانت معاه وراه باقا هنا راه جالسين هنايا هذوك المجموعة كانوا كلهم شباب كانوا شعلة شعلة في الأداء وإذن زرني يا الشعل أيه أشعة الأشعة كانوا شعلة وكيبلغوا الكلمة واللحن كيف حفظوه وكيخرجوه من قلوبهم باش يبلغوه للمستمع والمشاهد الكريم. أنا اللي كنطلب من عبد الهادي يجدد يمشي مع الجيل الجديد ولكن ما تمشيش في الهوية اللي مشوا فيها واحد المجموعة ديال لا أنا وحاضر راسك مزيان حاضر راسك لا غني الأغاني الهادفة الأغاني اللي كتوصل للقلب مباشرة وإلا حسيتي بها أنت كنت يقن أن الجماهير كلها هذا تحس بها. تبارك الله عليك سي عبد العزيز. تبارك الله عليك. سي عمر كنتخيلوا كنحلموا مثلا شي نهار نشوفوا مجموعة إذن زارن والسي عبد الهادي مع مجموعة الغيوان والسي عمر. شنو ظهر لك في الفكرة هذه؟ والله يودي فكرة من داكش كرفع. أنا موجود واخا. أنت موجود. أنا موجود. يلا من أز كنبداو نشوفوا. من دروك. من دروك يلا. بسم الله يلا. بالنسبة للأستاذ عبد الهادي فصراحة أنا التفتة صراحة كانت في محلة هذه أستاذ عتيق صراحة كانت التفتة في محلة وانت اللي عندك الحق لأن هذا خصو ماشي غير مسار مسارات هي نهار الرجل عنده ما يقول وما خداش حقه كما ينبغي إعلاميا صح والحمد لله الحمد لله على كل الحمد لله كل شيء مزيان الحمد لله فصراحة هو عنده واحد الإصرار إصرار على المطابرة وعلى الأصالة كتعرف دابا راه ولا على ما خرج دابا على ما خرج ديال الماركتينغ وديال هادشي ديال المواقع حنا شي ما كناش كنعرفوه فولا واحد لا بوبليسيتي في شي شكل ولا تبدلات الوقت يعني بحال أنا كنحس براسي بحال تجاوزونا حنا تجاوزونا هاد الشباب بهاد الانترنت وبهاد الصراحه ولكن هو بقى في الاصاله ديالو وبقى في داك تشبت
بالأغنية الأمازيغية الهادفة كلاما وأداء وإيقاعا. نعم ونغما. ونغما. نعم. فشكرا له. نعم. وبصحتك هذا التكريم هذا كتستحق. شكرا سي عمر. كاين السكان ديال الفيسبوك وكاين السكان ديال الارض. دابا السي عبد الهادي من سكان الارض ماشي من سكان ديال الفيسبوك. ياك ولكن ان شاء الله غنحاول نطلعوك الفيسبوك بعد. لا لا ما عندي ما ندير بالفيسبوك. نمشيو لمنطقه امازيغيه منطقه الريف مع واحد من نجوم الشباب ديال المنطقه هذه اللي ايضا غيقدم لك هذه ليك واحد الاغنيه باسم الشباب ديال الريف. اغنيه رائعه وجميله مع فارس شاكر. تفضل سي فارس. فارس شاكر شكرا على الأغنية الخفيفة والجميلة بتلفيت الرائعة.
الكريم ديال السي عبد الهادي اجتمعت فيه كل آلة التعبير ووسائل التعبير بالموسيقى وبالثقافة. معنا سي محمد أبيض اللي هو أستاذ في الموسيقى في أكادير، ومعنا الأستاذ الكاتب الموسوعي الباحث في الثقافة والتراث العربي والأمازيغي وبالأخص المغربي ككل، الأستاذ عمر أمرير. مرحبا بك، نهار كبير هذا سي عمر اللي غيكون اقتفى الأثر ديال الظاهرة ديال مجموعة إزنزان، وبالأخص اقتفى الظاهرة ديال سي عبد الهادي كظاهرة في اللحن في العزف وأيضا في الغناء. تفضل سي عمر الميكروفون معك. أولا بالنسبة لي بدون شك أن الأخ عبد الهادي ومجموعة زنزار الإخوان الآخرين غادي يحيطوا بجوانب مهمة جدا الخاصة، ولكن بالنسبة لي الجانب اللي باغي ندخل فيه ربما هو اللي غادي يكون غيب ونبه ليه، هو أن عبد الهادي مجموعة زنزار إلا شفتها في تاريخ الفنون الأمازيغية عاد غتعرف القيمة ديالها أكثر. تحط في السياق إلا حطينا دابا من تنقولوا أغنية أمازيغية ديال إزنزار تتبقى شوية بالنسبة لي كباحث غير ملبية للرغبة. أشنو هي؟ لأنه خص نقول هذه الظاهرة راه على الأقل هذه واحد مئات أو آلاف السنين مسبوقة بواحد الإيقاعات كثيرة. نذكر مثلا غير تسكيوين اللي دابا ولات واحد رقصة عالمية في اليونسكو والآخر. هاد عبد الهادي في ذاك الوقت كان يشم هذيك الإيقاعات وكيوظفها بطريقة ذكية ورائعة، بمعنى أنه إلى خبنا قديما آلاف السنوات ونرجعوا للظاهرة الغوانية الغوانية من رحم إزنزار تماما كندخلوا كيفاش دخلوا بجوج بجوج في تحريك ذاك الموسيقى الراكدة العادية النائمة الروتينية جميلة، ولكن خلقوا عاود ثاني حاجة أخرى في المجتمع المغربي في الموسيقى المغربية ولا التاريخ المغربي. ها هو دخلت واحد الظاهرة جديدة بآلاتها بإيقاعاتها بملابسها بمواضيعها بلغتها بخصوصيتها. نعم مثلا، ولن نعطيكم بوضوح أكثر، الآن احنا في الاستوديو كنشوفوا عبد الهادي، ملي كنرجعوا ل 1974 و 73 و 75 مع الأقدام، أنا مرحلة الأقدام في 1975 كتشوف في ذاك الوقت كان واحد مناضل واحد عمل نضالي هو فني ولكن نضالي في العمق. اليوم عاد غنعرفوا نتيجته حنا في الاستوديو شنو هي باش نعرفوها. ملي سمعنا رائعة ريفية، بمعنى ملي كتحط ذاك الوقت الأغنية الريفية كانت خاصة بميمون سروان وخاصة أحمد جعطوف بالتقليدي، ولكن ما لقيناش عصري شبابي حماسي بهذه الطريقة اللي تأدت. إذا باش ما نطولش في هذا الإطار، بمعنى أن السي عبد الهادي ومجموعة إزنزان ككل رفضوا يركبوا التراث ولكن أسوا التراث غير كإلهام ويديروا أغاني جديدة اللي غتولي تراث من بعد. ولاو في بلاصتهم، يعني رفعوا بحال إلى نقولوا الموسيقى العالمية، دابا ما بقاوش نشوفوا غير المغرب ونشوفوا الأمازيغ والعربية، لا ما نشوفوش هذا الشيء، نشوفوا الموسيقى العالمية في موسيقى الشعوب. إذا كانت المغرب كانت في الدرجة 50 مع إزنزار وناس الغيوان وأوسمان وديك الدائرة الجلجلالة راه تحركات وطلعت ل 70. يعني بقات وهنا كتكون لي منافسه ما كنشعروش وما كنشعروش بها، ولكن حنا الباحثين كنشعروا بها. تقول لي منافسه مع التقليدي والحديد، قول لهم منافسه مع الاندلسي مع الروايز مع العيطه مع، وهنا كتشوف العيطه في ذاك الوقت كي كانت كانت خافته ولكن حكر على هذيك الحركه هذيك الحركه. نشوفوا اليوم الا شفنا النجوم في العيطه وشفنا التضويف ديالها راه الفضل يعود لهذيك الدرجه اللي وصلوا هاد الناس لهذاك الفن. بمعنى نختم، كون ما كانش إزنزار وناس الغيوان وجلجلالة وتقدة وأسمان في هذه المرحلة، اليوم غتكون غادي نهار الحضيض وغنولوا تقليد غنولوا تقليد وغترجعوا للدرجات السفلى وما نرعوش بأن موسيقتنا تقليدية كتفوز في اليونسكو، وأمل أن هذه الموسيقى ديال هاد الناس هادو تكون أعطت للتاريخ المغرب نفس جديد وقيمة جديدة، وهذه من علامات النهضة المغربية وخصنا نعتزوا بها ونستمروا فيها. تبارك الله عليك السي عمر أمرير، الله يعطيك الصحة. السي محمد أبيض، ربما تدخل قوي ديال السي عمر غادي تخرج من واحد النفق ضيق وتعطينا واحد صورة
وقراءة في العزف ديال السي عبد الهادي، لأن عبد الهادي عازف من الدرجة الأولى، وقليل اللي كيتكلم على هذا الرجل العازف اللي هو فريد بحال رويشة، رويشة ديال تاش الحيت السي عبد الهادي، رويشة ديال الأمازيغ، فريد الأطلس الكبير. شنو ممكن لك تقولنا على الظاهرة ديال العزف ديال السي عبد الهادي؟ وانا بدا كنشكركم من هذا المنبر، يعني هذا التكريم، يعني التكريم ديال الاستاذ عبد الهادي، يعني تنقول له استاذ الرئيس، يعني الرئيس بمعنى الكلمه، ورائد من رواد الاغنيه المغربيه، لان الاغنيه الامازيغيه جزء ليس جزء من الاغنيه المغربيه. نعم، يعني اعطى الشيء الكثير، وباقي مازال كيعطي، يعني كاين واحد اللمسه في العزف ديالو بالخصوص، يعني في اول ظهور ديالو انا باقي صغير، يعني في السبعينات كباقي صغير كنسمع انا عبد الهادي، وانا ديك الساعه كنت مأثر، كنت كنعزف، كنت مولوع، كنت موهوب حتى انايا، وكنت كنسمع الاغاني ديالو وكنت كنعزفهم في ذاك الوقت في السبعينات، وكبرنا مع ذوك الاغاني، يعني تبارك الله اغاني كتوصل للقلب لانها خارجها من القلب، لانه هو كيعطي من الروح ديالو، كيعطي من الدم ديالهم، يعني الناس اللي مبدعين ديال بصح، يعني تبارك الله بالخصوص في الانغام اللي كيعزفها السي عبد الهادي، واش سائده فيما قبل ام هناك انغام ذات الطابع النغمي اللي فيها الربع اللي دمجها بكل سلاسه والاذن الامازيغيه تقبلتها؟ شنو هي الانغام وكيفاش الاغاني اللي كان لحن فيها او اولى الاغاني اللي غنى على اللحن العربي؟ في الاول يعني كان اللي سائد بزاف هو المقام الخماسي، يعني لا غام بونتاتونيك، يعني كتحتوي على خمسه ديال الاصوات، وخرج من ذاك النطاق، يعني تبارك الله عليه، يعني كنحييه من هذا المنبر انه دخل المقامات العربيه للموسيقى الامازيغيه، وكيخرج ويدخل منهم بكل سلاسه، يعني بكل مهاره، يعني ما تتحس بالخصوص المستمع العادي ما يشعرش بديك الانتقالات اللي كيدير، وهذوك الانتقالات كيديرهم يعني الناس المعلمين، يعني الناس اللي عندهم مهاره كبيره في الانتقالات المقامات، بالخصوص دار المقام الكرد، داروه في ديك الاغنيه ديال دوني تزري يا سي عبد الهادي، درنا واحد كاينه عينه وا 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 دوني تزري يا وكان النانو يزين، دوني تزري يا وكان النانو يزيد، أديك في القبور ويزر ماد حباني كاليونا، ديفك القبور ويزر ماد حباني كاليون، دني تزري يا وكان النانو يزيد، دني تزري يا وكان النانو يزيد، أديك في القبور ويزر ماد حباني كاليون. الله يعني هذا الشيء راه كيسري في الدم ديال المعجبين والمتتبعين لك. الحان يعني تبارك الله رائعه. هذه وحده كاين النهاوند الطبله، اغنيه ديال الطبله يا رب الطبله نهاوند. يلا يا رب الطبله مش كدوف وسافي اللامي صرف، يربط طبلة مش قدوف وسافي لا مصرف، من زيت الجداو دي مهضر لي كيميدي سوفوق، من زيت الجداو دي مهضر لي ميكيدي سوفوق، تسوتيني دايزيرين هتايا تساني سمغور. سلام سلام. زيد كاين أنغام أخرى، يعني كاين مقام البياتي، يعني استعملوا في نقرلع في يد البارود، وهذه الاغنيه اخرى ديال الاطان، اغنيه اخرى ديال الاكل، والاغنيه اخرى ديال مانينرا، يعني واحد المجموعه ديال الاغاني دخلهم البياتي بواحد الطريقه يعني عجيبه، انا كنعزفهم بالعود كنستمتع بهم. نعم، فكيف يعني اللي تسمعهم بصوت سي عبد الهادي من هذو البياتيات؟ شي وحده منهم سي عبد الهادي. سير مانينرا مانينرا ومانينرا مانينرا ماني موس النقا ماني نرى ويهيان وماني نرى ماني نرى ماني موس النقا. كتمتعوا زيد باقي مقام الرصد، مقام الرصد يعني استعملوه في الاخرى ديال فغني محضان، فغني محضان سو بريد فغنيت العاقلي
فغني محضان سوبري وغنيت العقلي أزم زاديقة ويني تيكي ورلما لم موتني أزم زاديقة ويني تيكي ورلما لم موتني أوي 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 الله الله الرصد بعد الرصد هادو المقامات والبقية يعني الأنغام يعني بخصوص هاد وشي عينة ونموذج من السلم الخماسي السلم الخماسي يعني كان عندهم تلك الأخرى ديال معروفة بزاف فيها واحد المقام قناو ياك وقيغ وقيغ قيغ وكملات كوني زغدار وقيغ قيغ قيغ وقيغ قين غمسكي لعتوبتك سيتينيني قين غمسكي لعتوبتك سيتينيني وقين غمسكي لعتوبتك سيتينيني نغيروا الوجهة ومشيوا لون آخر تستضفوا واحد من الضيوف العزيزين عليك اللي طلبتيه باش يحضر معك في هذا الحفل وهو سعيد بذلك وغادي يجي ولكن نقدموا الكتاب ديال السي ابيض اراه ليا هذا الكتاب اللي كيغيهديه لك لانك اختفى اثارك من دون علمك وكتب كل القصائد بالنوطه الموسيقيه الاستاذ محمد ابيض هو المؤلف ديال الكتاب كتبوا وجمع كل اغاني ديال مجموعه ازنزارن وحافظهم واعطاهم للناس باش اللي بغى يطلع عليهم هذه المناسبه يمكن يكون في الانترنت الكتاب سي محمد لا مازال باقي مازال ما خرجش الكتاب يعني هذا مشروع كتاب يعني خدامين فيه مازال خدامين فيه يعني هذا الجزء الاول يعني وباقي غنخدم الجزء الثاني والجزء الثالث ان شاء الله يعني كل مرحله درت لها جزء يعني السبعينات كتاب ديالها بوحدو الثمانينات وكاين التسعينات نعم اونتولوجيا يعني مجموعه ازنزار ان شاء الله يعني كنت يعني اثر يعني الفضول ديالي انني نمشي ندونهم لان خفت عليهم الضياع نعم الله يعطيك الصحة يعني الاغاني يعني خصها تدون هذا هو التوثيق يعني ديال الاغنيه باش ما تضيعش وبامكان اي واحد في العالم يعزف هذه الانغام اللي جلست انا مع موسيقيين اجانب وعزفوها معايا لغه الموسيقى لغه كونيه لغه عالميه وانا تمنيت واحد الامنيه اللي عندي هي ان هذه الاغاني تغناو مع الاوركسترا وتغناو بالكورال نعم غنديروا كورال يعني تغناو بحال الموشحات لانها نعم. اصبحت تراث او فيلارمونيك اوركسترا فيلارمونيك كما حصل مع مجموعه من الاغاني التراثيه والرساله لمن يهم الامر هو عبد الهادي مجموعه ازنزار موجوده الاغاني مكتوبه خصنا العازفين وخصليمو لهاد العازفين باش تظهر وتمتع الاذن الموسيقيه المغربيه والعالميه اللي ملا نمشيو الان مع منطقه بورغون ماشي في فرنسا ولكن بورغون في الدار البيضاء مع نجم بورغون اللي هو مصطفى بورغون اللي غيهدي اغنيه ديالو للسي عبد الهادي الصديق ديالو ومن بعد نشاهدوه هنا استقبلوه مصطفى بورغون تفضل ترجمة
ولي عليا هذيك البنيه هذيك البنيه وغرام كره زادني مصطفى السمرخندي مصطفى بورغون التحق بنا باش يتكلم مع الصديق ديالو وفي انتظار ذلك نهضروا مع السي عمر امرير اللي كان قبل قليل تكلمنا على الموسيقى واثرها في البدايات ديالها على المستقبل والعولمه تجاوزت الحدود الان الشعر والرمزيه والدلاله ديال السي عبد الهادي والمجموعه ديالو مجموعه اذن زار انه باش كما قلنا على الموسيقى والايقاع تاريخ وكذلك حتى ملي كنقولوا على الشعر هنا كنلاحظوا على عبد الهادي ماشي هو اللي كتب الشعر لا 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 انا ماشي الشعر هو المهم عندي فقط الشعر والاداء هو عنده عبد الهادي عنده براعه الاداء يعني كيشوف الكلمات الامازيغيه وتيبدا يعرف كيفاش مخارج الحروف ديالها يعني التقنيات اللي كيطبقوا الرويس القدام بحال وهروش الله يرحمهم يعرف مخارج الحروف كاينش واحد غير كيدويو هو كياخذ الكلمه وكيعرف كيفاش يأديها وهذه ملي كنشوفها في التاريخ ديال الشعر الامازيغي ماشي جديده فقط كترجع على الاقل للقرن الثامن عشر اخر مرحله في التاريخ تاريخ الشعر الامازيغي القرن الثامن عشر اللي كان فيه هو عرفوا الشاعر سيدي حمود طالب نعم هذا الشاعر سيدي حمود طالب انه باش غير نعطيه واحد غير باش نختصر بعليه انه غنقول شي كلمه غادي يستغربوا الناس ولا لا هو شاعر عالمي امازيغي من القرن الثامن عشر ملي كنقول عالمي ماشي انساني والكوني لا شعره مترجم للغات في المانيا في 1900 1895 الشعر ترجم الالماني وكيتقرا في لايبزيغ وفي البون وفي برلين
1907 الشاعر هذا الامازيغي انا جايبه نعم باش لا 1907 1904 الشعر ديالو ترجم وتهدى للسلطان الوقت مولاي عبد العزيز، وهذاك الشعر ترجم في 1907 الى الانجليزيه وتنشر في لندن ولا في الجامعات في ومن بعد حمايه الشعر كله ديال الفرنساويين 13 كتاب اخذوا شعر سيدي حمو علاج وش علاقته بعبد الهادي؟ هذا هو السؤال. نعم. ان تنقول لك في البدايه ملي كنت على الموسيقى ديال عبد الهادي وزنزار راه هي واحد الدرجه في الموسيقى المغربيه عامه العربي وامازيغي. يعني ما يمكنش لا العربي ولا الامازيغي يتراجع، خصو يفوتو ولا يبقى على الاقل في مستوى. كذلك في الاداء والشعري سيدي حمو الطال في القرن الثامن عشر وصل بالرمزيه المغربيه ماشي غير الامازيغيه، في الملحون في العيطه في كذا، وصل بالرمزيه المغربيه الديروا. ملي كنقول الرمزيه المغربيه قبل الرمزيه المذهب الرمزي الاوروبي اللي بدا بودلير. بودلير سيدي حمو مات قبل بودلير ب 20 سنه، ولات الرمزيه المغربيه إلا تقرا الملحون ولا كتقرا العيوط ولا كتقرا الشعر الامازيغي كتلقى كان عندهم واحد الرمزيه. ملي عبد الهادي في الاغنيه كيأدي طبلة ولا الطبلة عند ولا الصينيه عند الناس الغيوان ولا الطبلة عند فلان ولا عند مجيله اللي مترد ولا ما كيقصدوش الصينيه ديال اتاي، كيقصدوا اشياء اخرى المغاربه كيعرفوها. الكاس البلار لا الكاس البلار مازال البلار ماشي كاس البلار هو بعد رمزي، ولكن الذهنيه المغربيه شو اللي كنقول لك ماشي الرمزيه التائهه ماشي الرمزيه اللي تخليني انت تفهم حاجه والاخر ما يفهمش. لا عندنا المغرب عندهم تيفهموا الرمزيه بواحد تيسموها المعاني. تيقول ليه تيقول مثلا دخلوا تيقولوا تيقلب على جوا يمكن نسكت كل شيء يكمل المغاربه اللي هو مغربي غيقول لك منجل. انا غير تيقلب على جوا لاخر تيقول كل شيء تيقول غير برقم وانا نفهم تيقول هادي كون عرفت هادي يكون بيابدا غير انت الرمزي عند المغربي وكذا. هنا في الاغنيه ديالو مثلا ملي كيقول تاسه تاسه الكبده تاسه الكبده ملي كترجمها الانجليزيه ولا الفرنسيه ولا ما كتعطيش شي حلاوه. ولكن المغاربه كلهم لا في الدارجه ولا في العيط الكبده ديالي عليه الكبده مربي عليه الكبده هو جابها بديك الطريقه اداها واخا الشاعر ديالو هو اللي اداها ولكن اللي لحنها اللي بدعها ولكن الاداء كان رائع. علاش قلت هالشيء هذا؟ لان داك سيدي حمو براسو هذاك سيدي حمو براسو مشى بالكبد دار في واحد لا يعني شي عشرات الروائع. غير هذه مفاجاه للجمهور الكريم اخر ما عمل ديال 2018 فيه صبر الكبد صبر الكبد. نعم ياك تكلمتي على الكبد هذه دابا غادي ندوزوا واحد شويه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خلي مفاجاه. نمشيو عند السي مصطفى اخوك شحال هذه ما شفتو واش غنقول لك هو كيشوفني وانا ما كنشوفوش وكيجي حتى لاقا ديال المسكين كيجي التيميتار وداك الشيء ولكن ما عمرني تلاقيت انا وياه اليوم شحال هادي ما شفتوش واخا اش غنقول لك 20 عام هذا كاين 20 عام سي كاين هو كثر كاع كثر واول مره تعرف الله راه باقي مصطفى هو 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 ما تغيرش الله يحفظك السي عبد الهادي شكرا سي عاطف ما شفتش السي مصطفى 20 سنه ولكن نقدر نقول لك كثر يمكن كاع كثر 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 قول 30 كاع يمكن 20 سنة دابا حنا كون 30 ونزيدوها مازال 35 بحال والو حيت 20 سنة دابا ولينا حاسبين حنا عارفين عرفتي علاش؟ بحال الباب على لاكوب دي موند ما تأهلناش من 98 ولا تبين هذيك ولكن أنا عارف بأن قبل 98 ما تشوتش أنا وياك هادشي علاش المهم شنو اللي كيربط بيناتكم شنو كيجمع بيناتكم الصداقة كل حاجة زوينة الحمد لله تتربط كل شيء بيناتنا لأن السي عبد الهادي أول مرة جينا حنا لكازا تلاقينا مع السي مصطفى باقي صغير في ذاك الوقت وكيمشي معنا ومشوا معاه وهذا السهرات لنا تورنيات الحمد لله لنا تورنيات وهذا دوزنا أيامات زوينين معاه الله أنا نقول كلمة بالحق ما نكونش يعني أكثر من الناس اللي دازوا قبل مني اللي عايشوا السي عبد الهادي واللي مثلا اللي عايشوا معاه مثلا في الدرب واللي عايشوا معاه في المدينه واللي انا السي عبد الهادي المده اللي عرفته حتى انا حسيت بانني راني بحال كبرت معاه لان غنقول لك في السنه اللي قدمهم السي عمر السيد وحنا تنتفرجوا وداز السي عبد الهادي اول مره تصور اول مره مجموعه غادي تدوز بون حنا شفنا المجموعه شكل يلا الالات الموسيقيه شبيهه للالات الموسيقيه ديال الناس الغيوان وحكم ان بين سي عبد الهادي متبع حتى هو من ناس الغيوان ولكن الجميل والمفاجئ بالنسبه للمتتبع المغربي هو بدا العزف حنا صوت البانجو عندنا في الدماغ ديالنا كنسمعوا بانجو ناس الغيوان بون كنشوفوا حنا شنو غادي يتقال من بعد
اون فوا بدا الصوت ديال السي عبد الهادي تصور لاول مره. يعني انا شخصيا ربما كنظن ان واحد اكثر من 90% غيحسوها المغاربه، لان واحد الانسان غيغني لك بالسوسيه، حنا كعرب ما فهمناش السوسيه، ولكن باش يدوز لك القلب ديالك بواحد الطريقه، يعني ديالت انك انت سديتي ودنك على كل شيء، تبرونشيتي مع صوت عبد الهادي، شي حاجه اللي جات غريبه. ما بقيناش حنا دينا بان هو سوسيه ولا سميتو، يعني الصوت ما شاء الله والإحساس. والاحساس العالي والعزف، يعني ملي بدات المجموعه المغربه هذيك المغربه وبدات المجموعه تتغني شي حاجه مغربيه كتحرك فيك وملي بدات المجموعه تتغني هذاك التناسق اللي كاين، راه كتعرف المجموعات اللي نجحوا كاملين كيكون الله سبحانه وتعالى تيجمعهم، يعني كيجي هذا فلان وهذا فلان وخا مجموعه، ولكن كيعطيو في الاخر واحد يعني واحد الفن كامل اللي هو كيثير انتباه ديال المتتبع وتيحبوا. وكانت هاد السيمه هذه كانت في مجموعه ازنزار اللي حنا دخلت القنوبله في هذيك اللحظه، وبدينا حنا كنغنيو مي حناك في ربي اغتسها ولولي وحفظناها، ما عرفيناش اش كتعني، ولكن شوف هو بصوته السي عبد الهادي وبعزفه وبطبيعه الحال وبتكميلات المجموعه، يعني كتحس شي حاجه زوينه كاينه، وكتقول بان في دماغك تقول مهم انا واخا ما فهمتش اللغه، المهم هذه مجموعه مغربيه وهذا هو اللي مهم. قطع اللي يمكن تغني معاه قالوا لي كاين شي فاهمين على شي. انا لحد الان تندوي معاك وانا بحال تنعيش في هذيك اللحظه السنه هذيك 76 76 يعني من مورا المسيره الخضراء هذا تقدموا لنا هذه، زعما كنشكر السي عمر السيد بهذه المناسبه هذه اللي قدم لنا يعني مجموعه راجع الدهروم مجموعات مجموعات كثار. ولكن شوف دائما كاين مجموعه تبارك الله كاينين مزيانين ديال الناس ديال سوس، ولكن انا من هذا المنبر هذا تنشكر منطقه سوس ومدينه اكادير اللي عطاتنا الفنان ديالنا سي عبد الهادي الزنزار. شي مقطع ديرو ثنائي السي عمر تبارك الله على عنده صوت جوهري. السي عمر غير اسمح لي انا راه قبلوا عليا انا راه هاد الكلمه ديال مي حناك في ربي، شوف كنهضر معاك راه من 76 كنحس راسي انا بحال في 76 نخليوها بالاسود والابيض ديالك بالاسود والابيض. لا نغنيوها حنا بالكولور يلا تفضل. شكون غادي يبدا انت ولا انا؟ اشو انا عندي بحال اخويا عبد الهادي. اش نقوله المقطع اشنو الاول مو مي حنا زيد نطلعوا شويه مي حنا اييه كافر ربي اغتسى ولول مي حنا كافر ربي اغتسى ولول مي حنا كافر ربي اغتسى ولول امي حنا كافر بيغتسى ولول. شكرا شكرا شكرا. نمشوا الان الفكاهه نبتسموا شويه ونضحكوا شويه مع واحد الضيف اللي اختاروا السي عبد الهادي اللي هو محبوب ومعروف، ما عرفناش شنو غيحضر لنا في هذه الحفل هذا لانه محترف. خليه بوحدو خليه بوحدو ياك ود العياش فيها ياك خلي عبد الخالق فهيد تفضل. سيدي عبد الهادي نهار كبير هذا، مرحبا بك دار النغم دار البيضاء، الله يكبر بك نحبوك صفيقات عليكم بحراره وسنة سعيدة والله يطولك في العمر ويخليك لينا. وهذا 2017 ما خرجت عبد الزز هي تدفع وحنا ندفعوا، هي فيها شي حاجة زوينة مزيانة فيها ما لها وما عليها. 2017 الحمد لله الحمد لله رجعنا للاتحاد الإفريقي فضل الحكامة النيرة ديال جلالة الملك محمد السادس نصره الله قد حرارة، والحمد لله ولا عندنا قمر اصطناعي محمد السادس ثقات عليه بحرارة جميل راه زوينة شي تبارك الله. راه 2017 راه واخا هكاك دارت معنا مزيان، ها المنتخب تكالي فينا يا سلام تكالي فينا اوه يا داسي. انا والله الا ذاك المدرب ديالنا الا حبيتو عجبني على حاجة
وكاع الناس حزنوني عليه مدرب زوين. هاي قميجة وحدة بيضة تاليفانا، قميجة وحدة البيضة، قميجة وحدة هي اللي عندو تبارك الله درن المونديال. هذا تعطل الله فروسي بالجلابة ودار طربوش، ما نجيبوش كاس نجيبو إن شاء الله. تحية ليه وتحية للوداد، شي جميل شي نورمال، وللراجة الجميلة. عهما عهما هاد الحكومة عندنا، هاد الحكومة عندنا جات تلخر، هاد الحكومة جات عندنا تقرب تخرج 2017 وبغات تخسر معانا. شنو ما شنو حقا اللي ما قطع الشانطي نوضي خلص كيما سيدي واخا. انا جاي غنقطعو، قال لي انا قطعو، قلت انا كاع نقطعو كاع خلص عليه. انا كاع قطعتو كاع، قطعتو نيشان غنخرج سويسرا، ها غنخرج كندا، غنخرج استراليا. يا قال لي خلصتو غنبقى هنا ولاش غنخلصو؟ ليش والشانطي عندنا بيعوا والله اللي تباع لي ب 25 درهم والله الا شران عندك من واحد. واش عيب هذا الشانطي؟ انت غادي يعافوك منه والزفت تاعك. علاش المقادير ما هماش تخلص علي انا 25 درهم؟ كنقول مع نفسي انا والعجب هذه. حاول مع تنظف التلفزيون كلنا راجلين، قلت الله الله كلنا راجلين مزيان، اذا غيترجلوا معانا، اذا مزيان، اذا مزيان. اللي عنده شي طوموبيل يحطه، ها اللي عنده شي طياره يحطه، اللي عنده شي تران يحطه، ياكل لا وغيضامنوا مع الدراوش وكلنا راجلين. هذيك الساعه حنا كمواطنين ما عندناش، وكيدوروا معنا مسؤولين تا هما على رجليهم، وكنشوفوا البلاد شنو وقع فيها شنو خاصها. هذا هو التضامن. هاو على كلنا راجلين، علاش؟ عباش يقنيو لينا. واش حنا تبارك الله فين وصلنا؟ ولا عندنا قمر وباقي مضاربين تحت؟ قطع من هنا ما تقطعش من هنا بزاف. حقا ايوا المواطن، انا كنت خايفين علينا. حقا لا خرجتي من الصباح وباغي تقطع الشانطي، وقف شوف على اليمين وعاود شوف على اليسر وزيد والشانطي وشوف ثاني وقف تشوف والله تيقمطو. تعطلنا بغي نسولك شكون هذا المواطن ومع هذا الغلاء ومع هذا الشيء اللي واقع عدو الصبر يتسناك تا تشوف على اليمين وتشوف على اليسر وتشوف عرفتي اش درت؟ تتحير كاع تحير. غندير لك شاليني في الرومبا بزاف محنونه. انا كنقول هذا الاشهار مزيان، عوض كلنا راجلين، كلنا مسؤولون، كلنا مسؤولون. هذا الاشهار خصو يدار في الكاميرات، فين يدار؟ في الادارات، في الادارات وعند المسؤولين. يقول المسؤولين اي، يقول المسؤولين اي، ملي تخرج الميزانيه وتبغي تشدها شوف على اليمين، شوف القسام اللي عطيتي، شوف القسام، شوف على اليسر، شوف المواطنين اللي داروا فيك الثقه وصوتوا عليك. شوف شوف فوق، شوف الله سبحانه الا واه، وشوف تحت راه عقوبتك تحت عليني. انا كنقول لا راه حنا ماشي مشكل في لان الشانطي، الشانطي راه احسن عوانو، راه الشانطي عندنا محن راه محن. واش انت كدير معنا على الصواب كتلقاه ناض؟ شو شتا ما بغاش تخسر معنا؟ حنا شتا ما بغاش تخسر معنا؟ كتقول لك اودي راه خايف نمحنكم، راكم عزاز عليا، مغاربه زوينين، شعب صبار. هاد الحكومه والله لا تلقى بحال هاد الشعب هذا. رانا دابا صيفط لكم مع شويه ديال البرد، شو على البرد اش داير فينا؟ شو الناس ديال الاطلس تضامنا معاهم، كنضامنوا معاهم في شده البرد والقساوات. ها عاطينو بيدوزه ومانطه وكيف غيدير؟ واش هو غيشوي المانطه؟ كيف غيدير؟
فشوف دابا الشانطي عندنا راه تا هو حيت راه اكبر. نقول لكم انا راه المعارض الاول عندنا هو الشانطي، معارض كبير كيعجبني حيت هاكا تنجنج كينوض. واه يا ناري ماشي خدمه هذه، واه يا ناري ماشي خدمه هذه، شنو المال؟ راه مشى للشان مشى للبرنامج كيغوت الشانطي مالك؟ قال لي بغيت نعرف راسي شنو هو انا، شكون انا؟ قال لي انا الشانطي المغربي. اي كنكون ناعس، اي كنفيق، كنلقى فوق مني سوق اسبوعي، كنرقد كنفيق الغد كنلقى فوق مني الجامعه، كنعس كنلقى فوق مني عرس. مرة جيت بغيت نعرف راسي اش كندير في هاد البلاد، شكون انا؟ شكون انا؟ شكون انا؟ دابا المواطن ماشي يخلص على 25 يخلص اكثر، ولكن ملي بيقطع الشانطي ويشوف وتبان لي وزارة الصحة زيانت وتبان لي التشغيل موجود وتبان لي بلي ديال البلاد زيانت كيبغى سيدنا، ماشي يخلص على 25 درهم ويدير عرس في الشانطي. تبارك الله عليك. شكرا شكرا سعد خلق فهيد، شكرا الله يعطيك الصحة. شكرا سعد خلق فهيد. نرجعوا في هذا الحفل البهيج الجميل مع سي عبد الهادي إزنزار، معنا سي مصطفى الشاطر اللي هو من التوائم ديالك اللي معاه بديتي ومعك بدا، ومعنا سي إيكوت ابن العم ديالك سي إيكوت تيجاني اللي الفضل ترجع ليه مع بعد الله مع سي أمانوز أحمد أمانوز، أنهم اللي أتوا هذا اللقاء وسهلوا عنا الوصول إليك. والوصول إليك ماشي سهل لانك انت سد لا تتبغي التقار وما كتبغيش قوة الصداع، ولكن تشكرك بان قبلتي هذه الليله وهذه الجلسه معك مع الجمهور ديالك ومع المشاهدين ديالك. مرحبا سيادتي. نبداو بالسي الشاطر. الشاطر عمر طويل بيناتكم تقريبا هذه اربع العقود اكثر من 40 سنه تقريبا. هذه مساله بحال نقول اخوه اكثر من الفن. بالنسبه لنا الفن احنا هو وسيله من الوسائل اللي كتجمعنا، ولكن اللي كيسمع اللي كيجمعنا بزاف هو الاخوه اللي كاينه بيناتنا والتقارب، وخاصه اللي كنعرفوا بين الاخ إيكوت عبد الهادي ومن الناس الاقرب لينا في السراء وفي الضراء دائما بجانبنا. كل ما كيوقع اي شيء ولا شي مشكل كنلقاو الاخ عبد الهادي بقلب واسع وكبير كيوقف معنا ونسنا، ويعني انسان روعة بمكان بصراحة. واحد المرة كنا تلاقينا في سوق الحد مع سي إيكوت تيجاني مع واحد الشاب اسمر من المهوسين بعبد الهادي إزنزار ومجموعة إزنزار، وكان قال لنا مجموعة من الملاحظات وناشط في الفيسبوك من سكان فيسبوك الأوائل، قال بأنه يعني يعاتب عليك قلة الظهور على المجموعة، هو بغي يشوفك وك في الشاشه وفي الساحه وفي الخشبه وفي كل مكان. وشنو ممكن لك تقول للرد ديالكم السي الشاطر؟ واش الامر ترجع لكم كمجموعه ام كيرجع كما قال السي عبد الهادي ان خصو يقدم دائما شي حاجه في المستوى وبشكل الذي يليق بالجمهور؟ بالفعل الاخ عبد الهادي كيكون دائما حريص باش يعطي الشيء الجميل وفي المستوى اللي عارفينه به الناس. تيقول لك انا كنفضل نعطي نعود نغبر، ولكن نعطي شي حاجه اللي كتكون في المستوى اللي عارفين بها الناس اللي من جهه زنزان من دول البدايه ديالها حتى الان. لان ماشي الانسان كما كيقول لك بالكم ولكن بالكيف هو اللي اهم شيء في هذه المساله هذه. نعم هذا هو الرد ديالك. يعني بالنسبه ل 2018 غادي تكون ان شاء الله كثافه في النشاط، خصوصا ان السي عبد الهادي وجد الجديد، وغيكون مشاركه ان شاء الله في مهرجانات وظهور ان شاء الله مكتف. يا كاسي الشاطر ان شاء الله. لا بدا كنعرفوا بان الاخ عبد الهادي بالنسبه لنا المجموعه ديال زنزان هو العمود الفقري ديال المجموعه. نعم. والجديد ديما هو عنده. نعم. انما هو فيه واحد الطبع بزاف، هو كيشد الحاجه تيقول لك حتى تشبعني احنا بعدا ونقتنعوا بها. ملي كنقتنعوا بها احنا راه يمكن ديك الساعه ملي توصل عند الجمهور غادي تكون يتقبلها حتى هو يتقبل يعني في المستوى اللي كيطلب ديما عند المجموعه. غتغسلوا حال الانسان للجمهور عن طريق وسائل الاتصال باش يحفظوها، ملي كيكون ظهور في الخشبه كيكون ظهور سلس، الناس كيكونوا حافظينها ومتمكنين منها. بالفعل فعلا هذيك القضيه كاينه فعلا، ولكن كما قلت لك ديما هو عبد الهديد في هذيك الطبع يعني كيقول لك انا من الاحسن نعطي حاجه تكون في المستوى باش يتقبلها الكل، لان كنعرفوا بان الجمهور هذا الوقت هذا كيقول لك اعطيني، ولكن بالنسبه لعبد الهديد يقول لك لا خصني تتقنعني انا، وتعرف ملي كتقنعني انا راه غادي تقنع ذاك الجمهور. طاو نعم عمركم ما تلقيتوا شي لقاء هكا مصور انت وياه في الراس؟
يمكن هنا في مسار. مسار. إذا ها هو قدامك، شنو ممكن لك تقول ليه يعني كأخوة ديال أربعة عقود؟ شنو الكلمة، الذكريات اللي بينك وبينه، والأشياء الجميلة اللي تحاول تفيقها من الماضي وتكون تساعدنا بالذكريات حنا كنطلعوا عليها كمشاهدين وكمتتبعين؟ نقول لكم الأخ عبد الهادي، يعني كان في الأخ عبد الهادي والأخ ديال الكبير كنقولها من زمان. وأهم شيء مثلا في القضية ديال الفن، لا ننساوش بأن ملي كتجلس عبد الهادي لا بد ما تستفد، تستفد أشياء مثلا في 40 سنة استفدنا أشياء كثيرة وكثيرة بزاف، وهذا هو الأهم فيه. نقدر نقول مثلا هو الأب الروحي ديال مجموعة زنزار، لو لم يكن عبد الهادي ما كنظنش بأنها تكون زنزار ولا تكون هذه الدائرة اللي كيسموها درك دائرة زنزار. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك سي مصطفى الشاطر. سي إيغوت، إيغوت تيجاني غترسم لنا للمشاهد الكريم يوم مع عبد الهادي زنزار. إمتى تيفيق؟ ملي تيفيق شنو كيدير؟ شنو كيقلقوا؟ شنو كيفرحوا؟ شنو كيبغي ياكل؟ في السياده شنو كيبغي يصيد؟ باش يصيد؟ امتى كيصيد؟ الى غير ذلك. تفضل السي تيجاني، المهمه ماشي سهله. الميكروفون يلا دوي. يلا قول. ايوا شنو نقول لك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سي عتيق شكرا بزاف على الاستضافه. بالنسبه للحياه اليوميه ديال عبد الهادي، الا غادي نوصفها لك، الناس الا بغيت تحوش شي واحد تيقولوا عنده من كل فن طرف. عبد الهادي فنان في كل ميدان، هو فنان، فنان في الحياه ديالو اليوميه. ملي كيفيق شنو كيبغي يدير في الصباح؟ ملي كيفيق يقدر يمشي للبحر، هو الاول غالبا هو كيمشي يدير لابيش. نعم هو كيعز عليه يمشي للبحر. من بعد في البيت ديالو، اش نقول لك، متحف فني في البيت ديالو، يقدر من غير الفن يقدر تلقاه يرسم شي لوحه، تقدر تلقاه يدير شي من لا شيء يصنع تحفه. نعم الخشب، من البقايا ديال الخشب يصنع شي سفينه صغيره ولا شي بطو كبير، ولا تلقاه حتى في الديكور ديال البيت ديالو يقدر هو كيصايبو مانيوالمون بيديه هو. نعم. حتى في القواس ديال الدار، حتى في الاتات ديال الدار ديالو هو يقدر يصايبهم من راسه ويصنعهم. يعني رجل متعدد المواهب، حتى في الطبخ فنان، يعني فنان ماهر في الطبخ. فنان ماهر السمك ولا جميع الاكلات، السمك في الطاجين المغربي، حتى الكسكس هو فنان ماهر في الكسكس من داكشي الرفيع. كاين سوا معقول لي قال السكسو كنعطي هو هذا السكسو كنفور حتى انا كنتفور معاه. يعني فنان موهوب بدرجه يعني لا متناهيه في جميع المجالات. انا اللي عايش معاه خاصك يوميا كتعيش معه متعه يوميا لا تنتهي. نعم. كتفضل انك النهار ما يكملش معه. نعم. ان عنده لمسه فنيه في جميع المجالات ما تسخاش انك تتفرق معه. هو فيلسوف، عنده يعني فلسفه في الحياه يعيش بها. نعم. بشكل بوهيمي. نعم. بشكل يعني هوائي الطبع. نعم. كيبغي اي شيء جميل بالمزاج ديالو، وانفتاحه على الاشياء كلها بكل تواضع، ما عندوش ديك الانفه والكبرياء. رجل ديال الارض، ارض تيقرب من الناس. وربما هذه الشجاعه ما جاش من عبث، جا لانه فنان مبدع، وهذا النجاح هو سر هذا الابداع ديالو، هذا التواضع ديالو. الان غنمشيو عند واحد من الرياس من الاباء الكبار ديال الاغنيه الامازيغيه اللي هو الرئيس الحسن اخطاب. الحسن اخطاب من ما تبقى من الرواس، الله يطول عمرهم جميعا. غنستمتعوا ونستمعوا ليه، غيهديك هذه الاغنيه ويهدينا جميعا وحنا كنستمعوا ونشاهدوا. سي الرئيس الحسن اخطاب تفضل. أنا
شاير له وراي سيف الجيش اوان نغي يقول انا ما نكسوك فوس فوسيس انت بعقليت يرو رغدة كان الصحراء ولا لحظة الطيعة ونربي جانتي فاوتة البلاد سلب لنار دي التبريد أراه الطصوار فور جاي قساد أتنى يخصن المسكنة يا ويديد احنا طلعنا الغبراش اوان ما يكرزنا لا ملك يا غلي وقوب ايران نسوى غزان الحريس وغيب يعني احتج انا رطالة يا ويديد اريغ الزنزان لغلات رمديد الخير دوني تيس ديمونة انا بس دارنا يستهلنا وبليد ايجا الوالي كان اختفى وتبقى البلاد امش كاي بنات الجوامع اخل المغرب فرحني بيك سوق الليد أريد زياد لعلم أقول كي اقزاد أطين صرف بليد نيقانا دوق الليد الشريف يقرى ونيان بمحمد أعيد لعرش أصل فرحة نتمجد إن أغنه درقي سنت لغة أقليد الخيار في كاس العز أقول شي متنا فرحنا سير دا القلب أريد زياد ربي الخريس لحظات أنشكو وكالة خيرورة وبيت إيجان وين لشدود نخدي كيستي وياب كيرور دايت مات نغفوري فغل بارود تبع الشريعة الحق نسى أبي بيت
الوصول إسال الهم ولا نكسود أنا على من نغطي غني غناقر وياض يفرحوا أكيانا ريد من غالة سجد ديقة المدونة صلف رحات أنها طفحت هذه العيدية أقول نمونا رندو الناس غلف رحات أنها طفحت هذه العيدية أقول نمونا رندو الناس غلف رحات أنها طفحت هذه العيدية أقول نمونا رندو الناس غلف رحات الرئيس الحسن أخطاب تبارك الله عليك. أغنية الجميلة، الأغنية دي الكلمة الملتزمة، الكلمة المعبرة، هذا تراث، تراث يكتبون ما قدموا أجدادهم، ما قدم أجدادهم. السي عبد الهادي الآن معك جوج ديال بلحاج، واحد ما كيعرف الآخر، فيهم مجموعة من القواسم المشتركة. أولا بجوج أمازيغ، ثانيا بجوج منظمين الحفلات، ثالثا بجوج تيتعاملوا معك. هذا تلقى معك في السبعينات ولا في الثمانينات؟ في السبعينات. خذ الميكروفون وسمعنا اولا السبعينات عاد ندوزو للثمانينات والتسعينات. في البدايه خليني نشكر الاخ عتيق بن شيقر على هذا البرنامج الشيق والطاقم التقني وعلى رئيستهم المخرج ديال البرنامج. اللقاء ديالي كان مع السي عبد الهادي بالضبط، كنا احنا في واحد الجوله مع المشاهب درنا مع السي بختي الله يرحمه، مع السي بختي درنا الجنوب، تلاقينا مع واحد السيد كان مع طيب صديقي عقبه الله يرحمه السي احمد، قال لنا راه كاين واحد المجموعه مازال ما معروفاش، قلنا كاين واحد المجموعه يتعاونوا معكم في هذاك المسائل في صافي يشوف في السهره ولكن دوزوهم يدوزوا قبل. قلنا احنا هذه المجموعه ما كاين حتى مشكل، دازوا يدوزوا قبل المشاهد. ما كايناش ديك الساعه في التيزنيت ما كايناش قاعه السينما، ما كاينش قاعه، لعبنا في الثانويه ديال مولاي رشيد الساحه وديك المسائل. الور كانوا ماشي زنزار، هادو ماشي دراري، هادو بروفيسيونيل، وكان واحد الانسجام مع داك الجمهور، وماشي جمهور انه زعما كش الحاوي كيعرف شلحا. كاين تماك الملتقى ديال ديك الساعه مع رجعت الصحراء، الناس اللي الميليتير اللي غاديين جاو والميليتير اللي راجعين كيتلاقوا هذيك النقطه داك لو بوان كيتجمعوا فيه. ده الور كان داك الشيء هائل ممتاز. غير صعب من بعد الفقره ديالهم بتقدم فنانين اخرين. لا دازو هما الاولين، دازو المشاهد، داز السهره، مشات الامور. تلاقينا ثاني ملي جاوي عند عمر سيد، انا وعبد الهادي ما كنتفرقوش، كنتشوفوا انا وياه. ملي كنسالي مع عند عمر كنخرج انا وياه نمشي عند واحد السيد ولد عمو، يعني عنده شي محل ديال البيع والشراء. مشات الوقت حتى وصلنا انه حنا غنديروا واحد الحفله للعائله ديال بوجميع الله يرحمه، وين نديروا حفله للعائله ديال بوجميع. الور هذوك الناس ديال الدار البيضاء ما كاينش مشكل، الغيوان والمشاهب وبزز وباز، بزز وباز نقدم لهم الشكر ديال من هذا المنبر، هما اللي مشاو للرباط جابوا لي الرخصه. ديك الساعه باش دير سهره ماشي بحال دابا، دابا كتمشي تاخذها محليه، بكري كتمشي لكتابه الدوله في الداخليه وتجيبها من تماك، حدا تصرفها هنا عندهم، واحد الاجراءات طويله من باش داك الشيء معقد بزاف. الور زنزار جاو مساهمين بالنقل ديالهم بالمسألة، لأن أنا اللي كنت مقابل لاكيس ومقابل كل شيء، ما جاو اسمه زيرو درهم، جاو هما من النفقة ديالهم وهذا وشاركوا معنا الزنزار والغيوان والمشاب وبزز وباز، تضامنا مع العائلة. لا تضامنوا من نجيبهم من مسائل النفقات على النفقة ديال النقل على حسابهم. هذا ريحتني مع السي عبد الهادي فقادير في الهواء الطلق، كانت واحد السهرة ثاني ممتازة لدرجة أن لا نرجعوا غير الاغنيه ديال إما حنا. كاينين الناس اللي في مناطق بحال اخرى يبقاو سطات وجدي كيغنيوا هذا، وخير دليل قبيله كان كيغني هذا وكيطرد ما الجمهور كله كذا. هذيك الاغنيه وصلت لكل شيء، ما كانش شي حد اللي ما كيغنيش اللي ما عارفش إما حنا.
لا لا داروا شيء كبير. ودابا دابا بما انك انت مع سي بالحاج كنتفكروا مثلا تنظم شي حفله على مستوى وطني ومع غادي نقول واحد الكلمه الا قبلها عبد الهادي ولا ما قبلهاش اللي كيتخاض عليه وهو ما تيلعبش بحال المجموعات. المجموعات كيديروا السهرات وداك الشيء عبد الهادي كيضبط تسنى مده باش لا هذا الواقع هو كي قدامه ماشي 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 دوك الناس كي كيلعب بزاف وداك الشيء. كتلقى مثلا المجموعه كنا كنخرج انا مع الغيوان كنمشيو مع الغيوان كنديروا حفلات وداك الشيء حتى العربي حتى هو كانت فيه الله يرحمه حتى في هذه القديمه ما كيلعبش بزاف دير واحد 4-5 الحفلات وكنرجعوا مشاب كنا كنخدموا مزيان لدرجه شي مره كتخرج حتى 10 ديال الحفلات وكترجع. عبد الهادي من هذا ومخاض عليه راه كيتقال عليه على انه ما كيقدر ولكن لقيت اللي كيبان فداك خصك تشوف هذاك الهواء الطلق اللي فقادير راه لدرجه انه غير كيحرك الاله كيتهز هذاك الجمهور عنده جمهور الشباب كبير. الشباب بالاخص الشباب ويلي نعم. انا كنعتقد وقيلا قال هذوك الناس اللي ما تيعرفوش حتى الشلحه ماشي حتى الناس هما اللي كيعرفوا الشلحه كيذوقوا جوج الحوايج كيذوقوا الكلمه والنغمه العزف لان ما كيعرفش راه ما يعرفش الكلمه راه كيحس بها كيحسوا بها راه كيحسوا بها هذا هو المشكل راه قلت لك ديك اللي درنا في تيزيت راه ماشي كلشي شلوح راه دوك لي ميليتار اللي كانوا ديزين دو باساج. هو في واحد الميزه استاذ بالحسم اللي قطعتك في واحد الميزه انه كيتواصل مع الجمهور كيقدم اغنيه ويعاود يتواصل معهم يحكي لهم الموضوع وهادي ويجدهم ويهيئهم ويشارك مع الجمهور. هذا هو الفنان. الفنان كيغني مع الجمهور وكيخلي الجمهور يحس به ويحس بالفنانين. سي بالحاج جبتي جوج الهدايا ماذا بينا نكشفوا للمشاهدين الهدايا اللي غتخدمهم السي عبد الهادي يعاوننا سي بالحاج ياخذ وحده. الساكن ديال السي عبد الهادي قبلها لانه عنده واحد الساكن قاصح. ملي كيما قلت سي بالحاج هو عبد الهادي ماشي كينوض يعمل سهره ويخدم فهمت. هو عنده واحد القضيه داك الساكن ديالو الا ما قبلش ليه يمشي لشي بلاصه ما كيمشيش ليها واخا يتغنى. هذا هو عنده اسمو هادي غادي يقبلها من السي عبد الهادي. ها pardon قلت لك سي عبد الهادي واحد الخطره مشيت عنده باش نظم واحد السهره لقيتو في ايت ملول ديك الساعه قلت له ودي راه باغي ندير واحد السهره كذا هادي لقيت عنده واحد جوج كلاب دو بيرغمان كبار قال لي ونستاشروا مع هاد الناس هادو الا بغاو يمشيو معاك يمشيو معاك. وقلت لي اش قلت يا سي عبد الهادي راه حنا موجودين مستعدين ماديا معنويا. قال لك اسيدي هاد الناس هادو راه ما بغاوش سير الله عونك. رجعت بحالاتي دازت واحد المده رجعت ثاني عنده قلت له سي عبد الهادي دابا واش هذوك الناس واش قابلين هذا الشيء ولا ما قابلينش. قال لي غادي نشوفوا سي الله يهنيك. عاد اتفق عاد جا ودرنا واحد السهره كبيره كان فيها ايسار كان فيها الباز كان فيها هذا واحد الرباب فوالا هذا يعني رمز الاغنيه السوسيه هذا شيء ديتوال متواضعة. وتكلمنا قبل قليل تكلمنا على أن تنظيم حفلة. أنا سولت قلت لي هو مقل شنو تقول أنت لأنك أنت سي بالحاج أيضا تنظم الحفلات بالأخص الحفلات الأمازيغية. إمتى غادي لنا شي حفلة في 2018 إن شاء الله؟ ونتسناو السي عبد الهادي يستشر مع دوك الناس ثاني. دوك ماتوا ماتوا ما بقاوش. مرحبا غادي نعاودو نعملو شي حاجه كبيره ان شاء الله. اللي هو بغيت نعاود لك السي عتيق بتشيكر هو مشيت عند واحد بنتي ياسمينة في نيو جيرسي في امريكا ونسيبي المهدي النهرو قال لي غادي نديك كنعرف عزيز عليك المتحف عزيز عليك اسمو داري لواحد لونيفرسيتي ولقيتهم كيتمرنوا في واحد الاغنيه ديال عبد الهادي امي حنا امريكا امريكا في امريكا تكون فيها واحد 25 بنت ولاد وكلهم كيتمرنوا على داك الشيء وعطيتهم لي كوردوني ديالي وقال لك ربما غادي نجيو نديروا شي كليب تما في كادير وغريب داك الشيء اللي غريب هو سي باغازار تلاقيت مع داك الشيء. نعم نتمنى الله يتحقق هذا الحلم ان شاء الله على الاقل الوطنيين نديروا شي حلم شي حفل على شرف السي عبد الهادي ازنزار اللي يستحق الكثير والكثير اسم كل المغاربه من طنجه حتى القويره
عبد الهادي ملك ديال المغاربه كلهم وكلهم معلقي الامل باش المستقبل ان شاء الله ديال 2018 يكون عمل جديد. وفعلا تكلمنا على العمل الجديد ديال كاس عبد الهادي ان شاء الله كاين اللي غتقدم مع المجموعه ديال الازنزار. ان شاء الله غادي كاين دابا درت واحد الشويه مع كنت مريض ما كملتوش ولكن الا مشيت غادي نكملو ان شاء الله ولكن غندوزو فيه غير واحد الشويه يسمعوا عليا اخواننا ان شاء الله غير يدوقوا يدوقوا المهم يشموا الريحه وثاني يعني تقريبا شي 5 و6 دقائق 6 و6 دقائق الموضوع ديال هذه الاغنيه هذا الصبر الصبر الكبد نعم وعلاش هذا الموضوع هذا؟ ايوا عرفتيني انت الكبده كي دايره نعم هذا راه حنينه هي نعم وبزاف عند الامهات يعني تاس صبر بالزيز زعما يحكملك وصميد زعما صبري الى جاك الى جاك البرد الى جاك البرد عار صبري عليه نعم البرد البرد اللي تيقرص اللي كيقرص صبري عليه الكبده. هاد الاغنيه الجميل فيها انك انت كتبتي الكلمات انت لحنتي انا وطبعا الغناء متوزع مع افراد مجموعه ديال الازنزار وسيدي احنا كنا استعداد باش نشوفوا هذه الاغنيه ونكتشفوا اهداء للجمهور ديال عبد الهادي الازنزار. تفضل ان شاء الله في انتظار ما يجهزوا المجموعه ديال الازنزار مع السي عبد الهادي اللي احنا كنا شوق. شكرا السي عبد الهادي الازنزار عبد الهادي ايكوت كنا شوق باش نكتشفوا هذه الاغنيه هذه اول ظهور بعد غياب طويل وطويل باغنيه جديده باقى الان فهاد المحل في الميكا ديالها غادي نكتشفوها في برنامج مسار على شرف عبد الهادي ايكوت. بالمناسبه كنقول لكم ما تنساوش الشهر الجاي ان شاء الله غنكون معكم مع مسار. كونوا اوفياء كما نحن ونحن لكم اوفياء. دمتم بود وبخير وبمحبه والسلام عليكم ورحمه الله. Come on.
ولي الشوقان ولي الشوقان Sous-titrage Société Radio-Canada.